أزمة خابثة، يعني توقف للحياة، خربت كل برامجنا وكل حياتنا، سواء بالنسبة لواحد لشغله لدوامه، بالنسبة للطلاب. الأزمة بتعطل الكل، بتضر الكل في نفس الوقت. هي ألم ووجع، هي غصة على قلوبنا وفي قلوبنا تعمد الاحتلال افتعالها من أجل زيادة معاناتنا في هذا الوطن. مشاعر باتت تتصدر المشهد في كل مرة يذكر فيها اسم أزمة قلنديا، ولربما كانت هي دمج بين أسوأ هذا مع أسوأ ذاك، تلك المعضلة التي تصدرت لأحياء المخيم وزقاقه محولة إياها لشوارع رئيسية وضوضاء مقيتة تمكنت من جسد ونفس كل المارين منها. ومن إغلاقات للمداخل الداخلية لمخيم قلنديا كتصعيد من الهيئة التنظيمية للمخيم إلى اجتماعات وشكاوى حركت المسؤولين للبدء الفعلي بحلول مؤقتة كتفعيل الشارع الموازي لجدار الفصل العنصري وأخرى دائمة بشق طريق مساعد. الشارع المساعد، بدناش نحكي البديل، المساعد اللي بيجي من بوصل من بلدة الرام إلى مروراً بحي الكسرات خلف مخيم قلنديا إلى سطح مرحبا وفي البير إن شاء الله. هذا الشارع اجتمعنا بوزارة الحكم المحلي، واجتمعنا في بلدية الرام، واجتمعنا في وزارة الشؤون المدنية، وتم الآن القرى في ملعب بلدية كفر عقب لكي يضعوا خارطة لمسار الطريق. 2 مليون شاقلا تم رصدها لتعبيد وتوسعة الشارع ووضع سبل الوقاية والأمان، إضافة لمتابعة من وزارة الحكم المحلي ووزارة الشؤون المدنية وبلدية الرام لشق الطريق الجديد الواقع خلف مخيم قلنديا جنبا إلى جنب مع تصعيد محتمل في حال تم رفض المشروع من قبل الاحتلال. احنا في عنا وسائل ضغط وهم بعرفوا ايش هي وسائل الضغط، واحنا مخافش، يعني احنا في عندهم هون حوالي 50,000 عامل مقدسي وضفة غربية بنزل على إسرائيل، احنا بنقدر نمنع العمال هدول يتوجهوا لعملهم وبننقل الأزمة من عنا لإلهم، يعني بنسكر المعبر نمنع العمال أسبوع زمان، بصير الضغط من الجانب الإسرائيلي على بعض، يعني تجار أصحاب التجارة الإسرائيلي رجال الأعمال بيضغطوا على حكومتهم. حاجز قلنديا العسكري هو السبب الرئيسي للأزمة بالتوازي مع سياسة الاحتلال التي جردت المنطقة من حقوقها القانونية لتتحول إلى عشوائيات مستهجنة، وليتمادى فيها متجاوزي القانون ليزيد الأزمة أضعاف ما هي عليه، إضافة لعدم وجود شوارع أخرى غير زقاق الأحياء المختصرة من المخيم وكفر عقب. وفي ظل تعبيد وتجميل الطرق التي يسكنها المسؤولين، يتنفس المواطن في كفر عقب وقلنديا الغبار ويستيقظ على الضوضاء منتظرا أن ترى الحلول المطروحة النور. لمركز قلنديا الإعلامي.